محطة الحافلات بيتافورا كانت قبلة الكثيرين من خارج العاصمة، قدموا من ولايات مختلفة ومقصدهم ساحة البريد المركزي، مركز تجمع المتظاهرين لإسماع صوتهم في سادس جمعة للحراك الشعبي. أنا هذه الرابعة جمعة نجي، هذه الرابعة جمعة مباركة، أنا تغيير من عند الله مباركة، ما يسحقوش، ما يسحقوهمش، ما يسحقوهمش، يخرجوا، ما يسحقوا حتى مادة نتاعهم، خارجين 50 مليون جزائري مش مستعرفين بهم طول. يا خويا جينا مي بجاية، نسد في قايث، أقلع ندوموندي نهضرو حنا كويث، يوندي تكري زرع شنو كتدو، وذنو حواجرة وذنو حواجرة وذنو حواجرة، أعطيكم الصحة. أنا واحد من متقاعدي الجيش، وجاي نشارك مع خوتي هنايا في العاصمة. الميساج حنا لا للعصابة خويا، ولا للحقرة، لا للتهميش. اختلفت ولاياتهم لكن مطالبهم واحدة. سيهم فرح يوم الفرح ذا بقران، بلا عمر فرحة غما سيهم. على خاطري واشوم الشعب الجزائر. إفاق. 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 يوكيهم مليح مليح، فرحة نزاه نزاه سيهم. نعيا زكسلو يا ذروحان. خير هذا البوفار. بس بزاف نضرينا احنا الشباب، بزاف نضرينا الناس كامل راهي مضروره، بزاف يروحوا كامل، يروح هادو كامل هادو اللي راهم لهنا في البلاد، باسكو احنا ما دينا حتى فايده منهم، بزاف ويستجيبوا شويه للشعب. سي لا سيزيام سومان، هذه لا سيزيام سومان بليزيو موا يدير لا ديميسيون تاعو. بون لا سومان هذه كيما لي سومان الاخرين، جينا سلميين، حنا جينا باش يروحوا كاع اليوم، ما يقعد حتى واحد، يروحوا كاع. حنا جينا من تيزي وزو. لسادس جمعة خرج الجزائريون منذ انطلاق الحراك الشعبي، والعاصمة جمعت متظاهرين من ولايات على اختلافهم تحت راية سلمية.